نغمة فرح مردفة من السادس، إنه هدفنا إنه نرسم رسمة وجوه الأطفال اللي تسوى الدنيا وما فيها. لاحظ على بدون موسيقى، هيك اخترنا هذه الفكرة إنه ننشأ مركز موسيقى في الرابط. زهور ننشر أمل والمجتمع فينا فخور، أحلى شعور وبروح حلوة رائعين عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين، متطوعين للغير متعاونين بالخير نفيد حتى نستفيد لعادتنا منه سعادتنا بالحب نغرس القوس مهم. ليش؟ عشان نحط على الوتر ومنه بطلع الصوت. عندنا كمان جائزة خشبية برضو وترية تتكون من 4 أوتار، تتكون من نغمات موسيقية رح نعلمكم إياها بالحصة النظرية. أنا جيتها أتعلم موسيقى على الكمانجة، أهم شيء الفكرة هاي في قرية زي هاي بتفكر للموسيقى. إن شاء الله هاي الشيء ما يكونش تحقق، محتاج يكون شيء طويل على طويل الأمد، عشان مش إحنا عشان الطلاب يستفيدوا، إنه نطلع بجيل كتير قوي، جيل يكون فلسطيني قدام.